وفي شواهد على تحدي العراقيين للصعاب أقيم برعاية أكاديمية إسبانيول الكروية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى لقاء وديا بين رواد المنتخب العراقي لكرة القدم ورواد الموصل على ملعب جامعة التقنية الشمالية بهدف إحياء الروح الرياضية مجددا بالمحافظة. وبين عدد من المشرفين على المباراة ضعف البنى التحتية لقطاع الرياضة مطالبين الجهات المعنية دعم جميع اللاعبين الشباب لاستكشاف المواهب ورفض الأندية المحلية بلاعبين جدد. أن نستمع وإياكم للنشيد. تحية طيبة لحضرتك ولقناتكم الموقرة. اليوم هذا الكرنفال أقيم بدعوة من 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 أهالي الموصل لإخوانهم من رواد نادي أو المنتخب الوطني. اليوم التجمع اللي يقيم من خلال هذه المباراة ما بين رواد نادي الموصل ورواد المنتخب الوطني بحضور النخب مميزة من مدينة الموصل، وأيضا شكر وتقدير للجامعة التقنية الشمالية على استضافة هذه المباراة. الغاية من عنده عودة الروح لمدينة الموصل إن شاء الله، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى اللي ممكن أن تكون إقامة هذا النشاط هو متابعة الأطفال من خلال أكاديمية إسبانيول وباقي أطفال المدينة لنجوم المدينة اللي مثلوا المدينة الموصل وحتى المنتخب الوطني ممكن أن يكونوا قدوة يحتذون بها للمستقبل القريب. ذكرت لك هذا التجمع هو تجمع أخوي به كثير من الاعتبارات وتحققت الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لقناتكم الغراء، قناة صلاح الدين الفضائية اللي دائما تسعى إلى تغطية النشاطات الرياضية وغير الرياضية أيضا. اليوم نحن في أمام مباراة لمنتخب محافظة نينوى بكرة القدم ويستضيف منتخب رواد العراق بكرة القدم أيضا، الذين زينوا ملعب التقنية الشمالية اليوم بوجودهم ووجود هذا الجمهور الطيب الذي لبى نداء الدعوة، وبدون تسليط ضوء إعلامي على هذا النشاط وهذا الجمهور الموجود أمامكم، لو كان هناك تسليط يعني إعلامي وضوء إعلامي على النشاط لم تجد مقعد في الملعب بصراحة. اليوم وجود لاعبي منتخب العراق الرواد في كرة القدم في محافظة نينوى رسالة كبيرة توجه إلى كل العراق وكل العالم بأنه الموصل بأمان، الموصل متطورة رغم القسوة التي مرت عليها، ظروف القاسية التي مرت عليها، لكن الموصل ونينوى بشكل كامل موجودة في ملاعب القطر إن شاء الله، وموجودين أبطالها على منصات التتويج إن شاء الله قريبا. وشكرا لوجودكم معنا في هذا النشاط، ودائما إن شاء الله نشوفكم بخير وبركة. محافظة نينوى فقيرة رياضيا من جميع النواحي، أول شيء البنية التحتية. أعود لك إلى الموضوع اللي تكلمنا عنه، نشكر قناتك ونشكر حضورك على تغطية هاي المباراة طبعا برعاية أكاديمية إسبانيول. أقمنا مباراة بين رواد الموصل لاعبين القدامى ورواد المنتخب الوطني أيضا لاعبين القدامى، طبعا هي مباراة حبية، لاعبين في ضيافة محافظتنا وضيافتنا بال رعاية أكاديمية إسبانيول. المدير الفني كابتن صفوان عدل قام هاي المباراة في محافظة نينوى، أيضا وصل رسالة للعراق أنه محافظة آمنة 100%، ونرحب أي وفد يجي إلى محافظة. أولا والق...